السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة من آخر وخلاص، معكم محمد نور الدين. نتائج مباريات اليوم السبت 25/9/2021 25 سبتمبر 2021 في الدوري العراقي. بداية الجولة الثانية من الدوري العراقي الموسم الجديد 2021/2022، نتعرف على نتائج المباريات ثم نتعرف على ترتيب فرق الدوري العراقي ثم ترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، اليوم سامراء خسر أمام القوة الجوية 0-2، أحرز هدفي القوة الجوية في الدقيقة 27 شريف عبد القاسم في الهدف الثاني في الدقيقة 56 عن طريق اللاعب درغام اسماعيل. متابعين الكرام، بعد كده القاسم تعادل امام الصناعة 0-0، زاخو تعادل امام الكرخة 0-0، نوروز تعادل امام النفط 0-0، ونفط ميسان خسر امام نفط الوسط 0-2. احرز هدفي نفط الوسط هنا عبد الامير احمد عبد الامير تقريبا في الدقيقة 60 والدقيقة 71. اما في موقع تاني اللي هو الموقع ده، احرز هدفي نفط الوسط مهند عبد الرحيم كرار. فانت اللي تقدر تقول لي، يعني انت اكيد العراقي في عارف اكتر مني مين هيكون سجل الهدفين، وبعدين هيبان الكلام ده بعدين. دلوقتي خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري العراقي ثم نتعرف على ترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم. متابعينا الكرام، متصدر ترتيب فرق الدوري العراقي في المركز الاول نفط الوسط بست نقاط، يتساوى معه القوى الجويه بست نقاط ايضا. زاخو في المركز الثالث باربع نقاط، النجف في المركز الرابع بثلاث نقاط. الكهرباء المركز الخامس بثلاث نقاط، نفط الجنوب او نفط البصره في المركز السادس بثلاث نقاط. الزوراء المركز السابع بثلاث نقاط، الشرطه المركز السابع مكرر بثلاث نقاط. النفط المركز التاسع بنقطتين، واربيل المركز العاشر بنقطه، كذلك الميناء المركز العاشر بنقطه. الكرخ المركز الثاني عشر بنقطه، كذلك نوروز المركز الثاني عشر بنقطه. المركز الرابع عشر الصناعه بنقطه، كذلك القاسم المركز الرابع عشر بنقطه. نفط ميسان في المركز السادس عشر بنقطة، والطلب المركز السابع عشر بدون نقاط، بغداد المركز الثامن عشر بدون نقاط، والديوانية المركز التاسع عشر بدون نقاط، وسامراء المركز العشرين التاسع عشر مكرر بدون نقاط. متابعين الكرام، اللاعب درغام اسماعيل متصدر الهدافين، لاعب القوة الجوية بهدفين، كذلك اللاعب مهيمن الملاخ لاعب الكهرباء بهدفين في المركز الأول. وأيضا اللاعب اللي سجل هدفين اليوم وهو مهند عبد الرحيم كرار ايضا في المركز الاول سجل هدفين، ولكن هنا في غلطه في ترتيب الهدفين. المهم، بعد كده في المركز الثاني اكتر من لاعب، منهم عماد ماجد لاعب الكرخ، وفرانك لاعب زاخو، ومحمود المواس لاعب الشرطه، ومصطفى لاعب نفط الوسط، وشريف شريف كاظم لاعب القاسم بهدف، واكتر من لاعب. وهنتكلم على الكلام ده بعدين، وهيبان اكتر باذن الله تعالى في الفيديوهات القادمه. اشترك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.